سلام حبوبات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. فيديو اليوم كما راكم تشوفوا راح ندير لكم وصفه يعني بالشب. عندي كتوريتها لكم ديجا من قبل، هي عباره عن مقشر تقدروا تقولوا، وفي بعض الاحيان نستعملوه للتبييض في وصفات متعدده. بون، انا اليوم مش راح ندير لكم وصفه اللي معتمدتها، بصح ماشي هكذا برك، يعني نديرها انا كي ندخل ندوش ولا كي نروح للحمام. بس كعلاش دوك نوريلكم هنايا باش تفهموني بلوس. لازم لابو تاعكم ولا الكوغ تاعكم يكون خدا كميه من الرطوبه، يعني علاش؟ باش المسامات يتفتحوا والجلده تاعنا ترطب. دونك حاجه الاولى البنات اللي تحقوها، تحقوا ما دافي، هذا في حاله ما اذا ما دخلتوش دوشتو، يعني درتو غير يديكم ولا حاشاكم رجلين. دونك تحقوا ما دافي، يكون فوق الدافي يعني سخون. تحقوا حجره تاع الشب كيما هذه هايلك، وثاني صابون حجره. صابون حجرة معروف عندنا، شكون ما يعرف صابون حجرة؟ فوالا. دونك انا راح ندير يدي هنا في الماء سخون، راح ندير يدي في الماء سخون فوالا، ترطب شوية يعني برك ماشي هكذا. نتوما قلت لكم الاحسن انكم تستعملوها كي تكونوا في الحمام ولا في لادوش، يعني مور ما الجسم تاعكم يتعرض لهذاك البخار، يعني كما قلت لكم يتحلوا المسامات، دونك تعطينا نتائج احسن. وهذه بيان سور ماشي كل يوم، خاطرش هذا الخل يعني الوصفه اللي نديرها لكم دوكا تعمل على تقشير الطبقه السطحيه يعني تاع الجلد تاعكم، شفتوا؟ بالنسبه لليدين والرجلين والوجه، يعني هذيك الاسمرار ولا الخلايا الميته، دونك تخلصوا كامل منها. كاين وحده من المشتركات يعني لي زابوني كانت طلبت مني، قالت لي كيفاش ديري باش يديك بيوطه. الله علم، واسمها ساره بورويس. ساره بورويس، دونك انا قلت لها بلي كنستعمل خلطه تاع خميره الخبز مع الليمون، يعني خلطها بالقارص. وكاين ثاني هادي، انا البنات ما نكذبش عليكم ما نعتمدش وصفه واحده، باسكو مليح اشاك فوا تبدلوا، كيما نبدلوا الشامبوان شعر ما نبدلوا الوصفات ديتو، حتى اليدين والوجه ما تعتمدوش وصفه واحده. هذيك اللي عطيتها لكم تاع الاروز مع الياغورت نديرها اليدية تاني، ندير تاع القارص والخميرة، وتاني هذه راح نوريها لكم. دونك واش راح نديرو دوكا؟ بون، نحكمو هاد الحجرة تاع الشب، مور ما يدي راهي مشمخة هكذاك، نطليها كامل هكذا بهاد الطريقة، طلوها عادي. بون نتوما ديرو قاع يدكم، أنا حنوريكم برك، طلوها بهاد الطريقة هكذا، ومن بعد نحكمو الصابون هكذا من فوق، فوالا. طبقه مليحه تاع الصابون، ونعاود نحكم نفس الحجره تاع الشب، ونعاود نلوزها من الفوق هكذا بهذه الطريقه. سبحان الله، يعني مقشر رائع بالبزاف، وماشي غير تقشر برك هذه الوصفه، راح تعطيكم بياض. شوفوا شنو راح ندير دوكا غير بيدي، ها شوفوا فوالا، راح نتنحوا كاع هذيك الطبقه الفوقانيه يعني اللي كاينه في يدكم، اللي جاتكم شميسه مدباغ ما خلايا الميته كامله راح تنحيوهم. فوالا شوفوا كيفاش راني ندير بهذه الطريقه، ومن بعد تشلو يدكم عادي جدا هنا. بيان سور البنات انا راح نغسل بالصابون باش نحي هاد اللي فيه، نقدر نستعمل صابون حجره ولا اي صابون تحبوا تستعملوه نتوما. بيان سور قلتلكم تكونوا في الدوش، يعني انا جاي الدوش ولا هذا. ومن بعد تستعملوا بيان سور مرطب، شوفوا البنات شافه كيفاش نوريكم هنايا. بون هنا المرطب اللي تستعملوه البنات، اما كريم مرطب يعني اللي متعودين عليه، ولا زيت جوز الهند ولا اي حاجه، برك ما تخلوش يدكم ناشفه. فوالا الطريقه، يعني والله العظيم غير تحسوا باللي كاين ان ديفيرونس. شوف شحال درت الماء سخون، عروقي خرجوا تشوت على جالكم. شحال كيفاش ندير لكم الضو هكذا باش تشوفوا مليح. سيناو
فوالا هلا البنات، هذه كانت الوصفه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. لا تنساوش تشتركوا في القناه، تدخلوا لي جناديم جناديم. وبالنسبه للفيديو اللي درت لكم قبل كان مباشر، شي فريمون ديزولي باسكو لا كونيكسيون لي شويه بيرتوربي، كي نعاود نسمع داك لونجستريمون في قبل لي كان يتقطع الحس، دونك سي بوغ سا راني سوبريميتو. ان شاء الله نحاول كيفاش ندير لكم واحد وين تكون كاليتي تاع لو سون مليحه. تهلاو لي في روحكم بزاف بزاف، نتلاقاو فيديو الجاي. سلام.